قلت انه انا جد غصن خلق بجوني عايش بمنطقة مسيحية كل عمري العمر العشرين سنة 21 سنة بعرف انه بلبنان اللعبة الشعبية الاولى هي الباسكت. لحديت ما صرت اشتغل بالجديد وصرت بالغربية بكتشف انه لا اللعبة الشعبية بلبنان قد تكون الفوتبول مش الباسكت. كعدد ناس كثير بينحضر فوتبول بلبنان بس مش عن المسيحية. يمكن في محل ما بالكاريرتك او قبل ما تبلش الكارير كنت بدك تعمل سبورتس جورنالست يعني اعلام رياضي، هذا الشيء مزبوط؟ مش بس مزبوط، انا اذا بترجع في الدنيا لورا كان سبورتس جورنالزم احلى شيء بقدر اعمله. البوليتكس وقت تفوت بالسبور بالبوليتيكينج يعني انه انا ما بفهم الصراعات على اتحاد الباسكت، صراعات كلها سياسية يعني مش انه يا لطيف واحد معه شي بروجرام طويل عريض مع واحد معه بروجرام طويل عريض، في حدا مدعوم من حزب وحدا مدعوم من حزب. والشي التاني لازم ينعمل ربط الاعلام بالاتحاد، الاتحاد عنده فونكسيون كيف بده يكون هاللعبة ماركتبل، ينعمل لها تسويق ينحضر تجيب معلنين. ما إلى عازة وزارة الشباب والرياضة إلا لفترة انتقالية، فأنت الوزارة هي بس شغلتها تخلق الريجوليشن والحماية من التدخل، مش تصير راعي للتدخل بالسياسة. هذا اللبناني الأصيل هيك بصير بس هي ما لازم، ومش ضروري تلفزيون واحد ياخد الباسكت كله سوا. مثل كمان بالان بي اي ESPN وTNT وغيرهم بيشتروا متوشي. أنطوان شويري الله يرحمه وصل لمحل يقول انه صعبة، فراح على الشيء اللي هلا عم ينعمل شيء قريب مثله وصل، انك تخلق ماركت اكبر من البلد، المعلن يصير اكبر من البلد، يصير ريفينيو اكبر من البلد. بس انا بدي افصل البارت تبع اللعبة عن البارت النظامي، لانه اذا بحجة اللعبة بيخترق الاتحاد وبيصير فريق درجة رابعة بيقرش وبيصير بالدرجة الاولى، طيب شو الفاليو اللي عم تعطيني اياه انت للعبة تيصير عندك هالقوة بالقرار؟ المنتخب بالنسبة لي هيك من البرايت سبوتس بهالسنتين ثلاثة اللي قطعوا علينا البشعين يعني. بس من تاني ميلي انا على النظر اكتر مرة بشوف كيمستري. طبعا في وقت العرقجي كستار، بس كل جيم فيه يطلع لك ستار. بوقت الفوتبول كانوا فايتين بصراع بازيك بالسياسي وكذا، علما ان انطوان شويري كان بده الفوتبول قبل الباسكت ومنع من الفوتبول. والله هو قايلها، هو كان بده يفوت على الفوتبول. وكل ما يجيك منتخب مثل هالمنتخب بلبنان بتصور بيرجع بحط فيها بنزين للمكان عن جديد، يرجعوا ناس يلعبوا باسكت، يرجعوا يهتموا بالباسكت. الباسكت قدرت تخلق ستارز، عم بحكي من بعد سنه 2000 بتصير اهين القصه اكثر من الفوتبول، وستارز بيجيبوا ناس يلعبوا اللعبه. بنحكي عن حسن معطوق، بنحكي عن كم لعيب الفوتبول اكيد فيه، بس نسبه لكميه لعيبه الفوتبول مقارنه بعدد لعيبه الباسكت لازم الفوتبول يكون فيه ستارز اكثر. مزبوط، بنلاقي بالباسكت فيه ستارز اكثر، هذا بيخلي اللعبه بتصور تعيش اكثر. هو الحلو انه بالسبور بشكل عام قادر تكسر هذا الشيء اللي عم معركج البلد كله سوا. انا بدك تقنعني كل جمهور فادي الخطيب سني ولا شو عم نحكي نحن؟ ما في منهم هالقصص. قادرين نكسرها الا اذا بنقول هالفريق للشيعة وهالفريق للسنة وهالفريق للمسيحية، وبصير في حسابات من هالنوع ايام بتفوت بالباسكت والفوتبول انه شوية تنويع. انا ما بحب هالقصص، الافضل يلعب. ومين برأيك حيكون عنده اكبر تشانس يربح الورد كاب؟ انا ما اعرف ليش بعدني على الورقة وانا بقول فرنسا، بعرف عندهم خسارة حرزانة بكانتي. رونالدو البرازيلي لو ما انصاب انا ماني شايف هيك شغلة، بس بحس لو كمل كاريرته رونالدو البرازيلي من اكتر اللعيبة اللي وقت تحضرهم انه هذا شيء غير. ليك اكيد قطر في واحد من منطقة هيومانيتاريان وكذا شغلة خاصة بحقوق الانسان ونظام الحكم وكذا، يكون عنده كتير مآخذ وانا بحكيهم يعني بس من دون الفوتبول. انا الشيء الوحيد اللي ما لني حابه هيدي الموراليزيشن تبع الدول الاوروبيه وتحديدا الاوروبيه انه حقوق الانسان وقطر في حفله نفاق وهيبوكريزي. يعني معلش يروق شوي انه وقت يجي حدا قطري يشتري فريق بي اس جي ويكب علينا مليارات دولارات ما حدا بيفتح تمه، وهذا تابع للدوله يعني مش انه انتربرينور ما خصه بالدوله، كله خصه بكله. وقت يجي حدا سعودي يشتري نيوكاسل يونايتد كله تمام،
وتيجي حدا اماراتي ياخد مانشستر سيتي طالما عم بيكب المصريات عنا تمام، طالما المصريات عنده بيصير ديكتاتوري تعسفي كذا. هو هو كله لاش اوكي فاين. وفي واحد ينتقد كتير قصص بقطر خصوصا كيف تعمروا الملاعب وحقوق العمال وكم واحد مات، علامات استفهام كتير ولازم يصير في ادانات كتير. بس وقت تطلع من الناس اللي بيعم بيتقبلوا نفس الشيء بس اذا مصلحتهم بتصير هيبوكريسي. وكتير حبيت احكي عنه لانه بحس في تعتيم في سياسيا بلبنان وما بينسأل كتير بلبنان خاصه للعالم اللي عم بترشح الانتخابات. وانا برايي هيدا موضوع مش بس هيومانيتيريان بس كمان يعني في تابو انواي عليه. كيف واحد مثلا ما بيحب ينسأل عن سلاح حزب الله اذا عم ينزع انتخابات اللي هو له علاقه بالLGBTQ community وخاصه هلا بقطر